دائما من دافوس. اهلا وسهلا فيك، تشرفتينا. الكل بيتحدث اليوم في المنتدى عن الركود الاقتصادي العالمي، والركود معناته اذا انا كنت مخطط اشتري بيت او فيلا او سلعه معمره ساؤجل هذا الموضوع، هل تثق بهذه الرؤيه ام تعتقد القطاع العقاري مختلف الاتجاه عليه؟ لا، القطاع العقاري مو مختلف. بتعطيك مثال، امريكا اليوم القطاع العقاري في ركود، لكن ميامي الاسعار طالعه وشقة تباع ب 30 و40 و50 مليون دولار، لأن في مجموعة من الأشخاص من نيويورك ومن بوسطن ومن كاليفورنيا قاعد ينتقلون على ميامي، لأن الضرائب أقل وأيام كوفيد أثبتت إدارتها والجو جيد. فدبي نفس الشيء. طب خلينا نرجع لدبي أو دولة الإمارات. خلال فترة الجائحة يعني تراجعت أسعار العقارات بشكل لافت أكثر من 50%، ثم عادت لترتفع والآن تمر بأعلى فترات خاصة حسب المناطق. بالنسبة لدمك، هل تعتقد أن المبيعات ستحقق ارتفاع قوي لديكم في الإيرادات خاصة مع ارتفاع الأسعار الآن وتثمين السعر هكذا في السوق؟ ما في شك 2020 كانت سنة صعبة على الكل، سنة 22 سنة جيدة على الكل، ومبيعاتنا طلعت أفضل، وما في شك إذا مبيعات طلعت أفضل أرباح بتكون أفضل. أنا أتوقع أنه دبي اليوم بنت بلاتفورم، بنت موقع كبنية تحتية، ومن حسن أو سوء حظ دبي، من حسن حظ دبي تستفيد من جميع مشاكل حول العالم، فحرب في أوكرانيا، زيادة الضرائب، مشاكل في الصين، مشاكل معينة في دول أخرى، الناس يجون دبي. ودبي ما زالت مدينة صغيرة فيها أقل من نصف مليون وحدة سكنية في الفري هولد، فصور لو جونا 100,000 واحد من الصين 20% نمو يحتاج السوق. طب من وجهة نظرك كم ارتفعت الأسعار مع مقتبل هذا العام، وما توقعاتك لأسعار العقارات أن ترتفع خلال هذا العام؟ شوفي، السنة الماضية أسعار فيلل ما ارتفعت وايد، يمكن 7-8 سنجل ديجيت. أسعار العقارات اللي طلعت السنة الماضية بكثير هي أسعار الشقق اللي على المي، اللكجري أنت، أوكي، لأن في طلب عليها كثير من الأثرياء والعرض فيها محدود. السنة هذه أنا ما أتوقع بيكون نفس الارتفاع السنة الماضية، لكن ما زالت بتكون سنة جيدة وفي طلب على دبي. طيب خلينا نرجع للعوائق، ارتفاع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم القياسي في دول العالم، وارتفاع أسعار الفائدة معناتها ارتفاع تكلفة الاقتراض، هل تعتقد أنه هذا سيكون سبب في إحجام الكثيرين عن شراء العقارات، وكيف ستتغلبوا على هذا الموضوع؟ هل عندكم خطة أو بلان يعني بتساعدوا فيها المستثمر أو اللي بده يشتري العقارات حتى تمر فترة زيادة ارتفاع أسعار الفائدة والعودة إلى المستويات الطبيعية؟ ما في شك، احنا عندنا تقريبا 70 شخص هاي مهمتهم فاسيليتيت المورجز للزبائن، فكل زبون يشتري عندنا علاقات مع جميع البنوك ويحاول يرتب لهم مورجز مع البنوك. لكن ارتفاع الاسعار بيأثر على طبقه معينه اللي هي طبقه تشتري تبغى تاخذ قروض من البنوك لفتره طويله، بس معظم زبائن بالذات في اللكجري يشترون كاش وعندهم امكانيه يدفعون كاش. ماذا من الأمور التي كانت ممنوعة في وقت سابق في دولة الإمارات على القطاع العقاري وأصبحت مسموحة؟ يعني كان لفترة تجميد موضوع البيع على الخارطة، العودة تدريجيا إلى هذه الأمور، كيف تشعر بمرونة هذه القرارات والتشريعات أن تتيح للقطاع العقاري أن ينتعش أفضل؟ نحن اليوم الحمد لله عندنا قيادة غير طبيعية، قيادة جيدة تتفاعل مع الأمور بسرعة جدا، فإذا شافوا السوق نازل يتفاعلون، إذا شافوا السوق جيد يتفاعلون، وأنظمة تريرا أنظمة ممتازة، فما عن في أي خوف من تفاعل القيادة مع الأوضاع السوقية. طيب خلينا نخرج خارج الإمارات، تحدث عن القطاع العقاري والاستثمارات الخارجية. مثلا مصر عندك تضخم كبير جدا، تراجع سعر الجنيه المصري عندك، بينما مثلا في دول أخرى ما تزال أسعار العملة مستقرة. في أوروبا الركود الاقتصادي يخيم على المستهلك الأوروبي، كيف تعالجون وتتحوطون من هذه الأمور؟ وماذا عن موضوع إعادة تقييم الأصول أو العقارات مع تراجع صرف سعر العملات في بعض الدول؟ شوفي، انت تنظرين لاي شيء نظري للفونديشن، القاعده، اذا مبنى القاعده قويه تقدر تخلي عليه 50 دور، قاعده ضعيفه بتخلي 5 ادوار يهتز. بعض الدول اللي ذكرتيها القاعده الاقتصاديه عندها مشاكل، في اوروبا ضرائب، الناس ما تبى تشتغل، واشتراكيه ومظاهرات، بينما عندنا مع من حسن حظ قياده قويه، اقتصاد قوي، اسعار بترول جيده. الإمارات عندها أكثر من تريليون دولار استثمارات خارج البلد، وهي قاعدة اقتصادية قوية،
دمك ما بتفكر تستثمر في الأسواق اللي ممكن العقارات فيها أسعارها منخفضة؟ يعني أنا ذكرت موضوع مصر، تركيا، وين شايفين رؤيتكم المستقبلية؟ لا، نحن اشترينا أرض في ميامي وبنعمل إن شاء الله أفخر وأفخم شقق في شمال أمريكا في ميامي. قاعد ننظر إلى بريطانيا، أعتقد مع انخفاض أسعار في بريطانيا قد تكون فرصة لنا أن نستثمر في بريطانيا. سألتك في البداية عن ارتفاع أسعار المبيعات ممكن أثر على الأرباح، وأنت ذكرت نعم في زيادة في الأرباح. كم اليوم وصلت أرباح دمك العقارية في 2022؟ من تطلع الميزانية بنراويش، مستعجلة أنت بعد ما طلعنا ميزانية بتكون جيدة إن شاء الله. خلينا نرجع نتكلم عن استثماركم في الأرباح، هل هي راح تكون فقط للسوق الأمريكي والبريطاني أم حتحاولوا أنكم تتخلصوا من بعض من الالتزامات لدى الشركة، وما هي حجم الالتزامات اليوم على دمك؟ اليوم مجموع التزاماتنا البنكية ما أقل من 5% من حقوق المساهمين، وأعتقد ما بتلقي شركات كثيرة في العالم أن ديونها 5% أو أقل من 5% من حقوق المساهمين، فالحمد لله عندنا very good balance sheet. توظيف الأرباح، قاعد ننظر قلت إلى بريطانيا، قاعد ننظر إلى مثل استثمرنا كثير في كندا، قاعد نتوسع في تورنتو، وممكن ننظر إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. شو بتتوقع لأسعار العملات خلال العام الحالي أن تؤثر على أسعار العقارات؟ يعني عندك اليورو في العام الفائت في النصف الأول كان أقل من الدولار تقريبا، هل كانت في فرصة لشراء العقارات في أوروبا؟ اليوم لا، الوضع مختلف طبعا بالنسبة لهذه العملات. نحن سوينا دراسة قوية على أوروبا السنة الماضية، وحتى أنا أعلنت أننا بنستثمر مبالغ كبيرة في أوروبا، لكن صراحة 6 أشهر الماضية خففنا شوية لأن شايفين الوضع الحرب ما له نهاية، وأنا وايد خايف من الحرب هذه، ما أعرف وين حتروح، وتدري دول نووية داخلة في روسيا دولة نووية، فضربنا بريك نشوف الحرب وين تروح، بس عندنا كاش إن شاء الله نستثمر في أوروبا لو أمور الحرب وضحت أنه وين حتروح. خلينا نتكلم عن هذا العام في آخر سؤال لنا، توقعاتكم ل 2023 غير موضوع الحرب اللي انت لفت الانتباه إليه بيخلي الشكل ضباب شوي في أوروبا، غير عن ذلك الإمارات إلى أي حد تعتقد بأنه سوق العقارات سيستمر بالانتعاش حتى نهاية العام؟ السوق بالذات دبي قوي جدا ومستمر، وأنا ما أعتقد عليه خوف لأن القاعدة قوية، واليوم بعدنا الصينيين اللي ما كانوا بيجوا الحين أعتقد بدأوا يجون، والأوروبيين قاعد يجون بكميات أكبر وأكبر، وأنا اعتقادي الحرب هذه بتطول وبتجبر كثير من الأوروبيين أن ينتقلوا من أوروبا. اقتصاد أوروبا بيكون في وضع سيء، أوروبا وضعها سيء عموما، حرب، الناس ما تبي تشتغل، الناس في أوروبا ما تبي تشتغل. أنا عندي شركة كبالي هناك، عشان تخلي الموظف يشتغل يعني شيء عجوبة، يبي يشتغل من البيت، يبي يتقاعد على سن 55، هاي مشاكل أوروبا. جماعة الحقوق عاد ايش بنسوي؟ كل التوفيق لكم في دافوس وأيضا في خلال هذا العام. شكرا جزيلا لك سيد حسين السجواني، وأنت المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دمك العقارية. شكرا جزيلا. إذا أعود لك أسيد من جديد، كما ذكر ضيفي يعني هو غير متفائل بوضع الحرب ويقول بأنها ستؤثر بشكل سلبي كبير.